سبب السودان المستوى اللي احنا اه شفناه فيريد اصلا هيربت المدرب ترك الفريق خلاص واستعانوا بمدرب محلي بعد بطولة العربية بعد بتوع ماشي. ها على فكره بقى السودان كان رسمي كابتن حسام البدري عرض رسمي منتخب السودان رفض برضه كابتن حسام البدري يعني اسمه تداول هناك بشكل كبير جدا في السودان لكن هو رفض يعني رفض يمسك كان بعد ما منتخب شاف المستوى في البطولة العربية. هم اعتمدوا على مدرب محلي.